فخامة الرئيس شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أن أرحب بكم جميعا في المملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يكلل بالنجاح مساعينا وجهودنا الرامية إلى صون أمن دولنا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا للمستقبل أفضل يسودها التعاون لتحقيق النماء والازدهار. إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة والعالم وظروف استثنائية تحتم علينا تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات وانطلاقا من الأهداف السامية والغايات التي بني عليها مجلس التعاون لدول الخليج، واستنادا إلى عمق العلاقة والصداقة التاريخية التي تربط بلداننا مع جمهورية الصين الشعبية، فإن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات وإلى التنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية. تعتبر مجلس التعاون جمهورية الصين الشعبية شريكا أساسيا مهمة لها، وقد انعكست الثمار الإيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا المشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها. وأن النمو الاقتصادي المتسارع وتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة فخامة الرئيس شي جي بينغ قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية، وتولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، باذل الجهود لتعظيم مكاسب هذه الشراكة، كما تتطلع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة في ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس، ونشيد بالتطور المتسارع في العلاقة الخليجية الصينية وبالتنوع الواضح في مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين كالتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والصحة. وتتطلع دول المجلس إلى رفع مستوى هذا التعاون إلى آفاق أرحب، كما نشير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية، التي نتوقع أن تستمر في النمو بعد إتمام المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين، وذلك لتسهيل التجارة وحوكمة المصالح التجارية المتبادلة، بما يتيح الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار الواعدة وتعميق توسع مجالات الشراكة بين الجانبين. وتثمن دول المجلس الشراكة الاستراتيجية بينها وبين جمهورية الصين الشعبية، وتشيد بخطط العمل المشترك للمدة 2022-2027 لأهميتها في تعزيز الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين. وتهتم دول المجلس بالعمل جنبا إلى جنب مع جمهورية الصين الشعبية لاستكشاف سبل عملية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي وتحسين تكامل سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة. وتؤكد دول المجلس لدول الخليج العربي استمرار دورها مصدرة موثوقة لتلبية احتياجات العالم للطاقة والصين. وتثمن دول المجلس سعي الصين لطرح مبادرات تعنى بتنشيط مسار التعاون وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وعلى رأسها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية، ونشارك التفكير مع أصدقائنا في الصين حول أهمية إعادة توجيه تركيز المجتمع الدولي نحو التعاون والتنمية ومجابهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، تستمر دول المجلس في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لجميع التوترات والنزاعات الإقليمية والدولية من منطلق أن ذلك هو المسار الكفيل بتحقيق السلام والأمن والازدهار، كما أن هذه الغايات لن تتحقق إلا بخروج الميليشيات المرتزقة من جميع الأراضي العربية ووقف التدخلات الخارجية في شأنها. وفي الختام، يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمهورية الصين بقيادة فخامة الرئيس شي جي بينغ على السعي المستمر لتعميق العلاقات الصينية الخليجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعطي الكلمة الآن إلى صاحب الفخامة الرئيس شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. الزملاء المحترمون ومعالي الأمين العام الدكتور نايف الحجرف المحترم، أهلا وسهلا. يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية على ما بذلته من الجهود لاستضافة القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويسعدني جدا أن أجتمع معكم تحت سقف واحد للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الصينية الخليجية. يعود التواصل الأودي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لما قرابة 2000 سنة، وكانت الشعوب الجانبين تتواصل بشكل مكثف ومستمر في طريق الحرير القديم بالحكمة الشرقية المتمثلة في الاهتمام بسلام ودعوة إلى الانسجام والسعي وراء العلم. وبدأت الصين تتواصل مع مجلس التعاون الخليج فور تأسيس الأخير في العام 1981، وعلى مدى الأكثر من 40 سنة الماضية كتب الجانبان فصولا مبهرة من التضامن والتساند والتعاون والكسب المشترك. لطفرة العلاقات الصينية الخليجية أسباب عديدة: الثقة المتبادلة العميقة بين الجانبين، إذ أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تتبادل دوما الدعم للسيادة والاستقلال وتحترم الطرق التنموية لبعضهما البعض وتتمسك بالمساواة بين جميع الدول سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وتدافع بحزم عن تعددية الأطراف. والدرجة عالية من التكامل بين الجانبين، إذ أن الصين تتمتع بسوق استهلاكية واسعة ومنظومة صناعية متكاملة، بينما يتميز الجانب الخليجي بموارد الطاقة الغنية وتطور المزدهر لتنويع الاقتصاد. فيعد الجانبان شريكين طبيعيين للتعاون، والتفاهم بين شعوب الجانبين، إذ أن كل من الجانبين الصيني والخليجي ينتمي إلى الحضارة الشرقية ولديهما القيم الثقافية المتشابهة، والشعوب التي تتفاهم وتتقارب لبعضها البعض، وتقاسم في السراء والضراء بين الجانبين، إذ أنهما يتبادلان المساعدة بروح الفريق الواحد في وجه تغيرات الأوضاع الدولية والإقليمية والتحديات الناجمة عن أزمة المالية وجائحة كورونا والكوارث الطبيعية الكبرى. أيها الزملاء، يشيد الجانب الصيني إشادة عالية بما بذلته دول مجلس التعاون الخليجي من الجهود ليصبح المجلس أكثر منظمة إقليمية حيوية في الشرق الأوسط والخليج من خلال التمسك بتقوية الذات عبر تضامن في وجه التحولات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي رغم التداعيات الناجمة عن الجائحة، والعمل على دفع بإيجاد حلول سياسية لقضايا ساخنة وشائكة في المنطقة من المطلوب. ونحن نقف عند مفترق الطرق للتاريخ أن نتوارث تقاليد الصداقة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، ونثري المقاومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية الخليجية في ضوء إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، لنكون شركاء لتعزيز التضامن. علينا ترسيخ الثقة المتبادلة بالاستمرار على الصعيد السياسي وتبادل دعم ثابت للمصالح الحيوية لبعضنا البعض، والعمل سويا على صيانة مبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلية، وبذل جهود مشتركة لتطبيق تعددية الأطراف الحقيقية بما يحافظ على المصالح المشتركة لدول النامية الغفيرة. لنكون شركاء للسعي وراء التنمية، علينا تعزيز الموائمة بين استراتيجياتنا التنموية وتفعيل مزايا التكامل وتوليد قوة دافعة للتنمية. نتطلع إلى تضافر الجهود مع كافة الأطراف في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، بما يساهم في التنمية والازدهار للمنطقة.
ولنكون شركاء لتحسين الأمن. ستواصل الصين دعمها الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على أمنها، وتدعم دول المنطقة لحل الخلافات عبر الحوار والتشاور وبناء منظومة أمن الجماعي في الخليج. وترحب الصين بدول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مبادرة أمن العالمي بغية الحفاظ على السلام والاستقرار للمنطقة بجهود مشتركة. ولنكون شركاء للنهوض بالحضارة. علينا تعزيز التقارب بين شعوبنا وتنويع التواصل الإنساني والثقافي والاستفادة من الثمار الثقافية المتميزة لدى الجانبين وتدعيم جوهر الحضارة الشرقية بما يقدم مساهمة إيجابية في سبيل التطور وتقدم للحضارة البشرية. أيها الزملاء، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة تحرص الصين على تضافر الجهود مع دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون في المجالات ذات الأولوية كالآتي: أولاً، بناء معادلة جديدة للتعاون الشامل الأبعاد في مجال الطاقة. ستواصل الصين استيراد النفط الخام بشكل مستقر وبكمية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال منها، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير المجرى الأعلى والخدمات الهندسية وتخزين وتكرير للنفط وللغاز، والاستفادة الكاملة من بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي كمنصة لتسوية تجارة نفطية والغازية بالعملة الصينية. كما ستقوم الصين بتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون مثل الطاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة والشبكات الكهربائية الذكية، وتعزيز التعاون في توطيد إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقة الجديدة، وإنشاء المنتدى الصيني الخليجي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتشارك في إنشاء مركز التميز الصيني الخليجي للأمن النووي، وتدريب 300 كفؤ متخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لدول مجلس التعاون الخليجي. ثانيا، الدفع بتحقيق تقدم جديد للتعاون في مجالي المالية والاستثمار. تحرص الصين على إجراء تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الإشراف المالي بما يسهل دخول شركات دول المجلس إلى سوق رأس المال الصينية، وإنشاء مجلس الاستثمار المشترك مع الجانب الخليجي، والدعم للتعاون بين الصناديق السيادية لدى الجانبين بطرق مختلفة، والبحث في إقامة المنتدى الصيني الخليجي للتعاون الصناعي والاستثماري، وتعزيز التعاون الاستثماري في مجالي الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء وغيرها من المجالات، وإنشاء آليات عمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي على الصعيد الثنائي، وإجراء التعاون في مقايضة العملات المحلية وتفعيل الدور لبنوك مقاصة العملة الصينية ونظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود CIPS، وتعميق التعاون في العملات الرقمية ودفع مشروع جسر العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. ثالثا، توسيع التعاون الابتكاري والتكنولوجي إلى مجالات جديدة. تحرص الصين على التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء مراكز للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وتعزيز التعاون في تكنولوجيا الجيل الخامس والجيل السادس للاتصالات، وإنشاء دفعة من الحاضنات للابتكار وريادة الأعمال،
وتنفيذ 10 مشاريع للاقتصاد الرقمي في مجالات التعاون بشأن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وبناء شبكات الاتصالات وإلى آخره، وإقامة آلية التعاون الصيني الخليجي في مجال تكنولوجيا الأرصاد الجوية وعقد ندوة صينية خليجية لمواجهة تغير المناخ. رابعا، تحقيق اختراقات جديدة لتعاون في مجال الفضاء. تحرص الصين على إطلاق سلسلة من مشاريع تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد والاتصالات وتطبيقات الفضائية وبنية تحتية الفضائية وإلى آخره، وإجراء تعاون في اختيار تدريب رواد الفضاء وترحيب برواد الفضاء من دول مجلس التعاون الخليجي للدخول إلى محطة الفضاء الصينية للعمل المشترك مع رواد الفضاء الصينيين وإجراء التجارب العلمية الفضائية، وترحيب بالجانب الخليجي للمشاركة في التعاون بشأن النقل الفضائي في إطار المهام الفضائية الصينية تحت أسماء تشانغ وتيانون وإلى آخره، والبحث في إنشاء مركز صيني خليجي للاستكشاف المشترك للقمر والفضاء العميق. خامسا، خلق نقاط بارزة جديدة للتعاون اللغوي والثقافي. وستجري الصين تعاون في تعليم اللغة الصينية مع 300 جامعة ومدرسة ابتدائية وثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي، وستنشئ بتعاون مع دول المجلس 300 حجرة الدرس ذكية لتعليم اللغة الصينية، وستوفر الصين 3,000 منحة للمشاركة في المخيف الصيفي أو الشتوي في إطار جسر اللغة الصينية، وستنشئ مراكز اختبارية لتعلم اللغة الصينية وفصولا دراسية للغة الصينية عبر الإنترنت، وستستضيف المنتدى الصيني الخليجي للغات والثقافات وتشارك في إنشاء مكتبة الصين ودول الخليج العربية للتواصل الثقافي والتعلم المتبادل باللغتين الصينية والعربية. هذه المجالات الخمس الحيوية أيها الزملاء تقع على عاتق كل من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي رسالة شريفة لتنمية الأمة ونهضتها، وتتميز العلاقات الصينية الخارجية بتاريخ طويل ومستقبل واعد. لنعمل يدا بيد على متابعة المسيرة الماضية وتقدم يدا بيد إلى الأمام والعمل السوي على خلق مستقبل جميل للعلاقات الصينية الخارجية. شكرا لكم. أشكر فخامة الرئيس شي جي بينغ